اوكي، السلام عليكم شباب. بدي اليوم استعرض بعض الاسئله الصحيح مع بعض. في اشياء جديده ممكن نستعرضها، طبعا غير اللي اخذناها زمان. بدي ارجع لبعض الاشياء، ممكن نفسر بعض الاشياء مشان انتم لحالكم تعودوا تمشوا فيهن، وبتمنى تصير تحلوا فيهن. اول شيء اخذنا الجروث والديكي، هون غالبا ما في شيء مكرر راح يكون. اللي راح يصير، خلينا نقرأ الأسئلة مع بعض شوي ونشوف إذا في فكرة جديدة إشي من الأشياء هاي. يعني تشوف كون الأسئلة بجوز أسئلة خلينا نقول فيها كلام كثير، يعني ممكن أعتمد أول ثلاثة أربع أسئلة، مش كل الأسئلة مع بعض. أما الباقي بأمام ما أظن إنه بيختلفوا شيء، كلهم نفس الفكرة. إذا حسيت في شيء إنترستينج راح أوقف عنده. فمثلا السؤال الأول مثلا بالجروث والديكي بيقول لي the population of a community, community معين يعني مجتمع معين, is known to increase at a rate proportional to the number of people present at time. هنا بقول لي ان انا بقدر استخدم الموديل اللي اخذناه اللينير البسيط جدا اللي هو البي اوف تي. وهذا معنى قلنا انه احيانا اذا كان عندي الريت وهو بيزيد طبعا، فبالتالي بنتوقع انه الريت اي موجب مثلا. فإذا كان بيزيد والزيادة أو increasing rate كانت proportional to the number of people present at time t، مثل ما قلت لكم بده يكون عندي الموديل بتاع اللي بشتغل عليه اللي هو b of t أو b prime of t بيساوي to the k equals to the k times the b of t. That's the meaning of proportional to the to the size or the number of people present at time t. Okay. Anyhow, طبعا معطيني initial condition. If an initial population is p0, طبعا ال k هنا is positive يا شباب لأنه بقول increasing rate. فبالتالي بتوقع أن المجتمع بنمو معناته في increasing. فال initial population, initial data لل population عندي كانت ب صفر. اوكي، initial data or if an initial population b0 has doubled in 5 years. شو يعني كان عندي يا شباب in 5 years؟ المعلومة البسيطة بقول انه b على الخمسة يعني بعد 5 years كان doubled، صار المجتمع 2 بالb0. هاي معلومة اعطاني اياها مشان اوجد قيمة الk. دائما اذا بدي اوجد قيمة الk لازم اعطيني معلومة زيادة. بما انه increasing اكيد بتوقع انه تصير نسبة الزيادة نسبة، خلينا نقول مثلا بعد زمن معين بصير اعداد مضروبة بالبي صفر لانه مش تناقص، يعني اعداد اكبر من الواحد طبيعي بديهي. How long will it take to triple؟ قديش بده زمن تصير ثلاث اضعاف؟ يعني البدو يا شباب مشان بس يرجع تحلوهن، بده البي بدو الزمن مجهول اللي بيكون فيه عنده ثلاثي بي صفر تربل. مسألة بسيطة جدا على الإطلاق، ما فيها أي شيء، تقدر تستخدم الحل مباشرة. بس ضروري بالأول you have to find k، بعد ما توجد k بتعوضها بالحل بدون ما تكتب المعادلة التفاضلية هاي وترجع تحلها من جديد. عادي بتقدر تستخدم الحل اللي هو البي زيرو يقوى KT، تستخدم المعلومة هاي اللي أعطاك إياها إنه بدل التايم هون بتبدلها بخمسة، بتقول له هاي اثنين بالبي صفر، البي صفر بروح مع بعض وبتقدر توجد التي. بعد ما توجدها بتقدر توجد الكي طبعا بتعوضها، والزمن حل زي المثال اللي حلينا على الإطلاق، بترجعوا فيها رجوع بحيث إنك توجد الزمن اللي بيكون عندي فيه البوبيليشن صار ثلاث أضعاف. فعملية بسيطة جدا. كي أنا مثل ما قلت لكم اليوم حابة أتبع معاكم الأسئلة تتبع لا أكثر ولا أقل، بعطيكم هينتس وأكيد هذا الفيديو رح نزله بتتابعوا مشان تحلوا وتتعلموا وتمارسوا أديكم على الحل. أوكي جايز.
شباب تذكير كويزنا يوم الأحد بآخر ثلث ساعة من المحاضرة. أوكي، حطيت لكم ملاحظة أظن على الإيلينج، بتمنى أنه تشوفوها. السؤال الثاني بيقول لي suppose it is known that the population of a community in problem one نفسها is 10,000 وحدة بعد 3 سنين. تمام، what was the initial population بصفر؟ هاي بسيطة جدا طبعا، لأنه ما أعطيك بعد 3 سنين، ما أعطيك التايم، أنت حليت المسألة كاملة، بضل عندك مجهول البي صفر. تمام، فأنت بس بتحط أنه مثلا بعد 3 سنين، يعني إيه قوة الكي اللي أنت طلعتها مضروبة ب3 سنين بحجم الانيشال بوبوليشن بي صفر بتساوي 10,000. طب أوريدي أنت بتعرف أصلا، أوريدي بتعرف الكي قديش رقم، هذا رقم رقم تقسمه هون بطلع معك البي صفر، فمسألة تافهة. قديش حجم البوبوليشن بعد 10 years؟ How fast is the population growing at time equal 10؟ يعني قديش المجتمع بده يكون عند time يساوي 10 أو whatever، يعني توجدوه هنا وبتشوفوا مش شيء مميز. المسألة الثالثة population of town grows at rate proportional to the population present to time t. مثل ما قلت لكم العبارة هاي بس مشان يقول لك شو الموديل اللي you have to use it، اللي انت لازم تستخدمه. The initial population was okay. I'm sorry about that. The initial population of 500 increases by 15%. هذا initial condition. By 15% in 10 years. يعني ضاعف 15%. يعني 15% من initial condition بعشر سنين. يعني البي على العشرة بتكون 15% من هذول. فبتشوفوا قديش 15% من هذول الانشال. او قديش زاد، يعني هاي نسبة الزيادة بدكم تزيدوها زيادة للانشال بوبوليشن. يعني بطلع 45 او بدك تقول 45 545 بدوصير. What will the population in 30 years في 30 سنة. How fast the population growing at time equal 30. How fast somehow you have to find the بما انه بسأل عن الفاست سرعة الزيادة، ممكن تطلع على اللي هو الديريفيتيف نفسه الصحيح. Anyhow كل الشباب نفس الشيء، ما فين الشيء، معظم اللي راح اقرا لكم اياه بنفس الاسلوب. بالراديو اكتيفيتي بتتكلم عن نصف العمر وما الى ذلك، ما فيهن شيء العمود، هذا كله ما فيه شيء ان شاء الله. بس هي بس عمليه تذكير مني كامله. الكربون ديتينج نفس الشيء، بدك تستخدم نصف العمر، امشوا بنفس المثال اللي اخذناه. طبعا تعرف تقدر مثلا احفري قديش عمرها او ما الى ذلك. سؤال 11 و12 لأنه بدي أروح لأشياء أهم. نيوتنز لا أوف كولينج اللي هو نفس الشيء، لو حليته أول واحد واثنين برضو بكون كويس، أو الثالث مثلا يعني رقم 15. طبعا الشباب هون بيقول لك في عندك بار، بار يعني زي سلك أو سيخ، خلينا نقول بلغتنا العامية ميتاليك، بده يكون معدني يعني بغض النظر. انيشالي كان 20 درجة، حطينا into a large container of boiling water. Boiling water يعني بدك الميديم تكون درجة حرارة 100 طبيعيها. How long will it take the bar to reach 90 درجة؟ قديش بدك تشوف الزمن لما يصل 90 درجة؟ okay. طبعا هون سيليسي معطيك اياهن. If it's known that the temperature increases 2 درجة in 1 second، يعني درجتين كل second، how long it will take the bar to reach 98 درجة؟
نفس الشيء بدك تستخدم الحل لا أكثر ولا أقل. سؤال 16 شكله interesting بالله، تعود تقرأه وتشوف شو اللي فيه. الميكستر زي المرة الماضية. بهمني المثال الأول يا شباب لما كان الريت إن نفس الريت آوت. في المثال الثاني أنا ما قلت لكم ما بدناش إياه، على الأقل نفكر بهذا، لأنه هذول والله في أشياء، يعني في أشياء أثمن إني أتكلم فيها على الأشياء هاي. أوكي الريزيستنس ما بديش إياها، والسيريز سيركت طبعا بسيطة جدا نفس الشيء اللي أخذناه. في عندي كوندكتر و resistance، فالمسألة بسيطة جدا. how long a resistance، بدي أروح لأني لأشياء أهم. K skydiving physical issues، فبتقدر تشوفوها لحالكم. okay تاجي لشيء بيعنيني أكثر الصحيح، وهذول اللي اليوم بهمني إني أوقف عندهن الصحيح وأفصل فيهن أكثر. أول موديل بدنا نتكلم عنه اللي هو الفلكتويتينج أو فلكتويتينج مرات بالفضوها بوبوليشنز. خلينا نشوف شو المعادلة التفاضلية بما إنه بوبوليشن، خلينا نتكلم عنه شوي. المعادلة التفاضلية معطيني إياها باللغة هاي. شو المعادلة يا شباب؟ خلينا نروح على اللوح ونكتبها. المعادلة بيقول لي إنه التغير بالمجتمع بالنسبة للزمن equals to k ثابت مضروب بكوساين t بحجم البوبيليشن. الكي ثابت موجب، اوكي شباب. ليش هو فلكتويتينج؟ بسبب الكوساين هون. الكوساين لما مع الزمن هون فعليا شو بصير معي؟ طبعا هاي شباب بدي الاحظ انها مش اوتونومس اكويجن، but it is separable by the way. We can solve it. Easily we can solve it. Okay. راح نشوف مع بعض شو المطلوب مننا بالسؤال وشو بدنا نسوي. Where k is a positive constant is a mathematical model for population b of t that undergoes yearly seasonal fluctuating or fluctuating k or seasonal fluctuations. Solve the equation. من نحل المعادلة. Subject to the initial condition b على صفر بساوي b صفر. Use graphing utilities to graph the solution for different choices of b zero. خلينا نشوف ال utilities هاي. بدي أحاول أجني وياكم كالكوليتر أونلاين ونحاول إنه نحل إن شاء الله أو نرسمه the different values of initial condition ونشوف شو بده يصير معي. بالأول يا شباب لما بدي أحله شو بدي إياه؟ كل بساطة هاي كمعادلة سيبرابل، راح أجيب البي تحت والدي تي هون، فراح أقول الدي بي بس ذكروني أقول لكم شو يعني بقصد بالسيزونال فلكتويشن على آسف بعتذر على بي أوف تي هاي السيبرابلتي بتساوي كي تايمز كوساين تي في دي تي. هلا شو بده يصير معي يا شباب؟ لين البي بتساوي دي
Just a second, شباب. اوكي شباب، السلام عليكم، بعتذر كان في شغله صحيح. فخلينا نكمل. فلين ال بي راح يكون بيساوي، بدنا نكامل هاي ثابت، بدنا نكامله ثابت، الكوساين تكامله ساين زائد ثابت للتكامل. اوكي، من هون شو راح نستفيد؟ اذا اخذنا الاي للطرفين، اذا اخذنا الاي للطرفين راح حصل انه حجم المجتمع راح يكون عبارة عن سي في اي قوة كي ساين تي. واذا عوضت الزمن صفر بدل التايم صفر، هون بدل تي صفر راح تطلع الساين هاي صفر، هاي راح تكون صفر، راح تطلع البي صفر، معناته سي راح تطلع بي صفر يا شباب. فالفرق بينه وبين الموديل البسيط اللي اخذناه زمان انه فوق عندي بدل بالاكسبوننشال، طبعا بدل ما يكون عندي اي قوة كي في تي طلع عندي اي قوة كي في ساين التي. هذا الحل وهذا اللي كان طالبه مني. اوكي، طلب مني شيء ثاني، اني احاول ارسمه بالنسبة لأكثر من 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 initial condition. خلينا ناخذ البي صفر مرة، واحد اثنين وثلاث، خلينا ثبت الكي واحد لانه بكل بساطة بدي بقدرش ارسم طبعا، وفي عندي اكثر من 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 متغير بالمسألة. خلينا نروح نشوف والله شو ممكن نساوي، بس قبل ما share it with you. صحيح. اوكي، مشان اشرح لكم يعني شو بقصد بالسيزونال فلكتويشن، احنا بدنا نقدر نستخدم الدايركشنال فيلد باي ذا واي عادي، لانه الدايركشنال فيلد مش الفيز لاين. الفيز لاين احنا اتفقنا للاوتونوموس، بس بنقدر مثلا نرسم احنا باستخدام مثلا، او نشوف تصرف الحل باستخدام الدايركشنال فيلد. خلينا نشوفها اريح لي من ما اروح ارسم اقترانات بطريقه طفوليه. صحيح، لأنه يعني بقدر أشوف الاقترانات كلهن مع بعض في Directional Field Calculator. I gonna share it with you again. خلينا نشوف بالله شو اللي بده يصير معي. معادلتي كانت إذا بتذكر كويس كانت، خليني أزيد النقاط واستخدم مثل ما قلنا Range Quota Method، والأتش أصغرها لأنه أحسن من الأويلرز ميثود. تعرف الكلام هذا بجزء إذا أخذت النيوميريكال. Anyhow، المعادلتي يا شباب، خليني بس أعمل شير للسكرين معاكم. الصحيح، معادلتي كانت إذا بتذكر كان معطيني إنه dy by dx أو db by dt بتساوي ثابت k. k قلنا من نثبتها واحد كونها عدد موجب في كوساين t. كوساين أوبس بعتذر، كوساين كونه بتعامل مع x، هنا راح اقول كوساين x مضروبا بالحل او الاقتران اللي انا بدور على حله او اللي احنا اوجدناه اصلا already اللي هو سميناه y. اتوقع هون يكون في تموج المفروض. اوكي، let me do this. ليش؟ oh still running I think. ليش؟ كي احنا معادلتنا كانت
كوساين مضروب ب اوكي خليني اعكس شيء اوكي هذا اللي بتوقعه طبعا يا شباب انا مش راح اطلع على التايم النيجاتيف فبالتالي راح الاكس اخذها من الصفر واكبر شوي هاي احطها 20 مثلا عشان نشوف مع الزمن شلون بده يصير اوكي كونه مجتمع برضه مش راح اطلع على الجزء السالب تحت برضه بدي اخذ الجزء الموجب وطلع شلون الامور بتمشي الصحيح طبعا I gonna submit this again خليني استخدم الماوس طلع لو بدي اخذ حلول مثلا خليني I gonna clear them الصحيح خليني ابدا هون مثلا مشان يكون اوضح خليني ازيد هذا الصحيح للعشرة مثلا مشان تشوفوا بوضوح اكثر طلعوا الحلول لو باخذ initial conditions مختلفات initial conditions طبعا الاعداد اللي من هون فشو طبيعة الحلول قاعدة بتصير معي اوكي خلينا اثبت لي واحد منهم على الاقل اللي بيبدأ بالاربعة هون هاي الاربعة تاعتي لو عملت كليك كون عند الاربعة خلينا نشوف شو بده يطلع معي الحل اللي بالاخضر هذا مع اني حابب انه كمله الصحيح ايوه exactly يطلع شلون عندي الحل قاعد بيطلع وبنزل يا شباب هذا الحل فعليا فهذا الحل فعليا حل دوري الظاهر لانه اكيد الصاين اللي بالاكسبوننشال دوري فقاعد الاعداد طبعا كونه بالاس برضه بيطلع موجب بيطلع مو سالب هذا معنى انه سيزونالي فلكتويشن او فلكتوي شو يعني انه بصير فيه زي مش ذبذب تغيير خلينا نقول او تغير فيه سيزونال لانه يا شباب اذا بدنا نطلع على بوبيليشن في بوبيليشنز عندي بالوضع الطبيعي اذا بديت مثلا زي هون بديت بالأربعة حجم البوبيليشن أربعة ببلش يزايد مثلا نطلع على خلينا بس اجيب هالشغله مشان تفهم الامور بطريقه اوضح والافكار هاي بطريقه اوضح نطلع هون مثلا نطلع شو اللي صار عندي وصل القمة الحل مثلا 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 ممكن نفكر بالأشياء بالطريقة هاي في أشياء احنا بنعرف مثلا يعني مجتمعات حيوية خلينا نقول مثلا بالفترة الشتاء خلينا نقول بتكون بركود بتكون عندها عملية ركود بعدين مثلا على الربيع بيصير تزاوج او خلينا نقول انتشار إلهم صح ولا لا فبالتالي العدد بيزيد تا يصل القمة بعدين بيرجع مثلا يتناقص تا يرجع لعدد معين باسفل القاع مثلا فمثلا ممكن نطلع على الامور مثلا انه مثلا هاي مثلا الربيع مع الصيف مثلا هاي الخريف مع الشتاء بيرجع للقاع بعدين نفس الشيء ربيع مع صيف وصل القمة بعدين بيرجع لوين على الخريف مع الشتاء مثلا بصل القاع وهلما جرى هاي اللي بنسميها seasonal fluctuation اللي هي آثار الآثار الفصل فعليا خلينا نقول أو باللغة هاي ممكن نتكلم إنه شو تأثير الفصول على مجتمع بيولوجي كي يا شباب ف بجوز هذا المثال كان بيهمني اني اناقشه الصحيح حله بسيط جدا لو طلب منكم حليناه قبل شوي قدامكم على اللوح وشفنا شلون بنحله خليني اروح بانجل من الفلكتويتنج بوبوليشنز للبوبوليشن موديل طبعا هذا الموديل بسيط جدا شو بقول الموديل بكل بساطه ان وان موديل اوف ذا تشينجينج بوبوليشن بي اوف تي of a community community it is assumed that إن التغير بالمجتمع بيساوي التغير بالبيرث المواليد ناقص التغير بالديث بالنسبة للزمن
اوكي شباب دي بي بالنسبه لدي تي دي دي بالنسبه لدي تي الدي بي طبعا اللي هو بيقول لك البيرث ريت والدي دي هذا اللي هو ذا ديث ريت الدي الكبيره اني هاوي يا شباب احنا كثير كثير عندنا بنفترضها هاي نسبه ثابته الصحيح لانه مجتمع باغلب البوبوليشنز الفرق بين المواليد والوفيات اذا الامور خلينا نقول ماشي بوضع طبيعي بتضل نسبه ثابته تقريبا اما اذا صار اشياء محدثه لا ممكن واحد يتغلب الثاني مثلا تمام فبدنا ننتبه للاشياء هاي شو بعطيني هو بيقول لي انه بدي نسبه التغير بالمجتمع او التغير بالبيرس راح تكون نسبه ثابته K1 بالمجتمع الاصلي والدي بيج دي هاي بالديثس راح تكون ثابت ثاني بالنسبه للمجتمع انا والله يا هذول كثير ما بفضل هذا الموديل كثير اني اطلع عليه بالطريقه هاي لانه بكل بساطه لانه اذا 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 ما بدريش اذا اعطيتكم الشيء هذا زمان بال203 اللي كانوا معي ولا لا اذا بدي احط هاي كي 1 في بي وهاي كي 2 في بي هاي راح تساوي اصلا كي 1 ناقص كي 2 في بي واللي هي اوريدي راح تصير الفا في بي وهذا الموديل اللي عالجناه اصلا واذا بتتذكروا لما قلت لكم اذا هاي موجب بيكون جروينج واذا كانت سالب بيكون ديكيينج فبالتالي هاي موجب يعني البيرث اعلى من الديث فبتوقع المجتمع ينمو واذا كان الكي 1 هذا اللي بده يتفلسف فيه بفرع بي اذا كان الكي 1 اقل بده يصير هذا سالب لانه الاشاره للاكبر بده يصير سالب يعني الفا سالب بده ديكي هذا اللي بدكم تجاوبوه هون لا اكثر ولا اقل كلام ما فيهوش doesn't make sense خلينا اروح للكونستنت هارفستنج كونستنت هارفستنج يعني بعنين الصحيح ليش بعنيني لسبب بسيط جدا بالاول اذا غيبنا الثابت هذا يا شباب مشان نفهم شو يعني constant harvesting اذا غيبت الثابت رجعت انا الموديل البسيط اللي كان معي اللي هو كي بي واللي بنعرف حله وبنعرف الاشياء طبعا بتقدر تحله كموديل ما في مشكله هذا الموديل كموديل ما في مشكلة في عندي ثوابت كي وهيت بقدر أحله طبعا ليش بسموه constant harvesting لأنه هون شو اللي سويته أنا فعليا قلت لكم بغياب هاي بغياب هاي أنا تركت المجتمع ينمو حسب الموديل اللي أخذناه هذا الموديل البسيط اللي هو دي بي على دي تي بيساوي كي في بي تمام بس شو اللي بصير أحيانا أحيانا بصير في خلينا نقول بجوز خلل معين اذا بدنا نتكلم عننا نحن كبشر حتى كمجتمع في خلل معين انه بصير في نسبه ثابته الريت ثابت تطرح منها عدد ثابت يعني خلينا نقول بتختل اللي هي نسبه خلينا نقول نسبه النمو او نسبه التغير بالمجتمع بالنسبه للزمن فبنطرح منها عدد ثابت احيانا هاي بجوز بالبيولوجيكال بوبوليشنز بتبين اكثر الصحيح بالمجتمعات الحيويه الثانيه مثلا احيانا بجوز يكون في عندي خلينا نقول مثلا فترة من فترات بزمن معين مثلا ولو انها بتظهر بالفلكتويتنج بوبوليشنز اللي تكلمنا عنها قبل شوي اكثر انه احيانا بجوز الافتراس بيصيد على بعض الكائنات بفترة معينة اعلى من الثاني تمام ولو انه بجوز للمثال هذا مش دقيق كثير لانه هون احنا مثبتينها ثابتة بالنسبة لاي زمن فهي يعني مفترضينها على معظم الوقت انه احنا قاعدين بنشيل من المجتمع اوكي يا شباب anyway مش شايل فلسفي الكثير خلينا نروح للجزء الرياضي اللي بده اياه فعندي معادله تفاضليه لا اكثر ولا اقل ليش بنسميها constant harvesting harvesting حصيدي يعني بس مش الحصيد للقمح خلينا نقول هي حتى هون معلق عليها هو fishery harvesting حتى اللي هو يعني اصطياد السمك او كذا بتكون فعلا البوبوليشنز هاي نتيجه الاصطياد احيانا اللي بتيجي مواسم معينه تضطر تطرح منها اعداد بنسبه ثابته او بنسبه معينه وما بتسمح للمجتمع يظل ينمو بالطريقه اللي اخذناها او خلينا نقول انه الريت للمجتمع او تغير المجتمع بالنسبه لزمن راح تتغير كريت بطرح منها عدد ثابت لهالسبب احنا بنقول constant harvesting anyhow الاتش والكي اعداد موجبه بيفترضين هون
أول مطلوب مني إني أحل المعادلة هاي. وحلها بسيط طبعاً. هسه راح نحلها مع بعض. بعدين هاي يا شباب أوتونومس من اللي أخذناهن. شو بقول لي؟ بقول لي يا شباب إنه لازم عندي إيش يصير؟ اللي لازم يصير إنه بدي أدرس حجم المجتمع. يعني الانيشال كونديشن لو كان أكبر من كذا كذا. هذا انترستينج المثال الفرع الصحيح. وبقول لي استخدم الريزلت اللي بي طبعاً هاي. تديتيرمين تتحدد. The fish population will ever go extinct, راح ينقرض in a finite time, بزمن منتهي. That is whether there exists a time t أكبر من صفر. هاي بس نحل السؤال بنيجي لتفسيرها. بحيث إنه ال b على t بساوي صفر. If the population goes extinct, then find this t. يعني أوجد الزمن هذا. Anyhow, المسألة بسيطة جدا. هذه هاي المسألة بنقدر نحلها باستخدام بي أو باستخدام اي عادي. طيب خلينا نروح على الوايت بورد بتاعنا ونشوف شو اللي بدي اياه فعلا بالضبط لسؤال 42. هذا السؤال كان أظن اللي هو واحد واربعين أو اربعين مشان ما نخربطش. سؤال 42 المسألة اللي معطيني اياها بقول لي التغير بالنسبة للزمن. أيوة بالنسبة للpopulation. أيوة تغير بالpopulation بالنسبة للزمن يساوي ثابت K اللي هو قلنا عنه اللي هو growth rate فعليا للمجتمع times the B minus H. كل بساطة هاي separable تتحلها. راح تقول برضو DB على الK في الB minus H بتساوي DT. وبالتالي راح يكون لن هالشيء بيساوي تي زائدا ثابت سي. بس بتكامل الدي تي بتطلع تي زائد ثابت سي. باخذ الاي للطرفين نفس المنطق القديم راح احصل انه الكي تايمز ذا بوبوليشن بي اوف تي ماينس اتش بتساوي لي الكونستانت سي بالاي تو ذا تي. اوكي شباب اوكي. بلغة ثانية راح نقول انه المجتمع بي اوف تي او خلينا نساوي لك اياها بخطوتين كي بالبي اوف تي بتساوي لي الهتش زائدا طبعا هو اعطاني انيشال بوبوليشن. خليني بالله اوجد قيمتي الثابت في البداية بجوز افضل. طبعا المجتمع بي صفر اعطانية حجمه الابتدائي فكي بالبي صفر ماينس الهتش بتساوي لي سي. فهاي سي تحتي يا شباب اوكي لانه الاي قوة صفر راح تكون واحد. اذا طبعا هاي يا شباب مثل ما قلت لكم راح تصير كي في بي اوف تي هذا الفرع الاول طبعا ماينس هتش راح نقولها لهناك راح تصير بلس واجمع هاي يعني راح اجيب هاي راح تصير بلس صون بدي اجمع لها هاي اذا جمعتها راح تصير زائدا كي بالانيشال بوبوليشن ماينس هتش بالاي قوتي. اوكي كلام ثاني الحل راح يصير عبارة عن البي اوف تي راح يساوي لي اذا بنرجع بنجيب الاولى يا شباب نقسم على الكي راح تصير هتش على كي بعدين راح يجيني اذا بتذكر كويس الثابت سي مقسوما على كي يعني بي صفر
بالإي قوتي. نرجع نطلع هون يا شباب على اللي كان هون. طبعا هون افترض هو الكي والهيتش موجبات. هذا الحل. طبعا هون لما اقسم على كي يا شباب راح اقسم على كي راح ظل بي صفر ناقص هيتش على كي بالإي قوة بالإي قوتي. إذا بتحبوا نعمل ريلاكسيشن نريح الحل كونه هون في عندي هيتش على كي وهون هيتش على كي هاي راح تكون عبارة عن هيتش على كي بالواحد ناقص إي قوتي زائدا بي صفر بالإي قوتي كله نفس الشيء فعليا. نكون خلصنا الفرع الأول. بدي أروح أرجع معاكم أقرأ الفرع الثاني شو هو. كي شباب طيب الفرع الثاني بيقول describe the behavior of the population B of T for increasing time in the three cases. أول شيء بدل initial condition أكبر من H على K. بدل initial condition يساوي H على K. بدل initial condition بين الصفر والH على K. أوكي شباب ليش بدو إياهم بالطريقة هاي؟ خلنا نروح لبي وهذا الانترستنج يعني فرع بي بصراحة أكثر شيء بيهمني لأن شوي أحياناً هذولا بجوز يكونوا مزعجات. خلينا نشوف شو بده يصير معي. هذا الحل طبعاً البي أوف تي قلنا اللي هو فرع A. خلينا نشوف اللي بدنا إياه الإشي الثاني. الفرع بي الصحيح اللي مور انترستنج إذا برجع للمعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية بتقول لي يا شباب بي برايم بتساوي كي في بي ماينس هيتش. طيب إحنا زي ما تعلمنا كونه هاي أوتونومس يعني مش ظاهر تي عندي على الطرف اليمين قلنا بنساوي هاي بالصفر مشان أوجد الفيكس بوينت. بس إذا سويتها بالصفر راح حصل إنه الفيكس بوينت راح تكون عبارة عن بي أوف آسف بي بتساوي هتش على كي وهذا عدد موجب كونه أصلا فرض الهتش والكي موجبات. هسه شو اللي بدي ياني يا شباب؟ عرفتوا ليش هو قال بدي بتساوي هتش على كي أكبر أو أقل؟ لأنه بدي أرجع لدراسة البيهيفير للمعادلة زي ما تعلمنا زمان. طيب أروح على الفيز لاين أو حتى على الفيز بوتريت من مرة. هذا الفيز لاين بعتذر. طبعا هو يا شباب قال لي بدل البي انيشال كونديشن بين البي صفر بين الصفر والكي هتش على كي بين عندها وأكبر منها. هاي يعني الاستابيليتي اللي كنا ندرسها زمان احنا. ما في شيء جديد على الاطلاق. ما في شيء مميز وجديد على الاطلاق. فبكل بساطة بكل بساطة عند الهيتش على كي فبدل بي صفر مرة بتساوي هذا يعني الانيشال كونديشن بيساوي هاي ومرة بدل الانيشال كونديشن اكبر منها يعني جاي فوق ومرة بدل الانيشال كونديشن جاي تحت اقل منها يعني وهون طبعا البي بتساوي صفر. بس ديروا بالكم البي بتساوي صفر هاي مش فيكس بوينت. بديهيا يا شباب اي حل بدك اياه اي حل بدك اياه اي حل بدك اياه هذا رياضيا احنا مرة تكلمنا عنه لها سبب بنسميه مرات فيكس بوينت او فيكس بوينت. اذا بدك الحل اللي بيبدا بالفيكس بوينت الحل هذا راح يكون حل ثابت دائما وبساويها. فبالتالي بما انه بيقول لي شوف لي التايم بيهيفير سلوك الحل بي بيقول لي ما دام بيقول لي شوف لي سلوك الحل خلينا نرجع معكم للمساله ونقراها مع بعض. وشو بيقول لي؟ بيقول لي بده سلوك الحل describe the behavior of the population يعني سلوك الحل for increasing time لما يزايد الزمن in three cases أكبر يساوي و in between zero and h على k. أوكي فطبعا هون من الحل حتى اللي أوجدنا أنتم بتقدروا تشوفوا أنه فعلا الحل إذا كان initial condition h على k لازم يطلع صفر. فخلينا أرجع للحل اللي أوجدنا مش صفر ثابت ال h على k. فإذا كان هذا يا شباب h على k طلعوا إذا كان ال b صفر نفس ال h على k ها الصفر فشو راح يكون الحل بي اوف تي
هيتش عليه كي ثابت نفسه for any time. هذا بديهي, هذا بديهي. فإذا الحل اللي بيبدأ هسه إذا كان هاي جوابي للسؤال, إذا كانت البي صفر بتساوي هيتش على كي, فالحل كله راح يكون هيتش على كي نفسها. فدائما هذا حل ثابت, اللي بيبدأ على فيكس بوينت بده يضل عليها والحل بيكون نفسه كرقم. فالبي اوف تي بيكون هيتش على كي. الجزئية الثانية خلينا نشوف, إذا كان الانيشال كونديشن اللي بتبدأ فيه أكبر من الهيتش على كي, شو اللي راح يصير معي؟ يعني الانيشال كونديشن بي صفر بادي هون مثلا, كي ذيس از بي صفر. طب إذا الانيشال كونديشن فوق يا شباب, خلينا نشوف طبعا استخدم لون ثاني. إذا الانيشال كونديشن فوق, خلينا نشوف الاستابيليتي. هاي طبعا إذا بتحبوا طلعوا لي اقسموا لي على كي هون, او يعني يطلعوا لي كي عامل مشترك. هاي بعد اذا كنت طلعوا لي الكي عامل مشترك, شو راح تصير؟ بي ناقص هتش على كي, عشان تشوفوها بوضوح. هاي ما نصان يا شباب, خلينا اوضح لكم اياها بلاش تخربطوا لي فيها. طيب طلعوا لي على البي. طيب إذا خذت initial condition B أكبر من الهتش على K, الK موجب طبعا, بده يطلع هذا العدد موجب, مضروب موجب بده يطلع موجب, فبالتالي بتوقع أنه الحل يتزايد هون. طيب إذا أخذنا ال P أقل من الهتش على K, هذا رح يطلع عدد سالب, موجب سالب, فهذا اللي رح يصير. شو تفسير هالكلام يا شباب؟ طلعوا لي شو اللي بده يصير. تفسير هالكلام بكل بساطة, إذا كان المجتمع initially بديت فيه أكبر من العدد هذا اللي هو ال H على K, ال H على K, شو بده يصير بالحل؟ الحل بده يروح للمالانهاية. طبعا المالانهاية شوي المجتمع أنه يروح للمالانهاية مثل ما قلت لكم أنا اللي تحفظ عليها, تحفظ عالي حتى, لأنه الموديل هذا قلنا مش لوجيك كثير اللي استخدموا لنمو المجتمع. اوكي بعدين ممكن اناقشه معكم لما ناخذ اللوجيستيك كويج اللي هو نون لينير, احنا لانه بعد ما تكلمنا عن النون لينير مودلز. فاللي راح يصير انه الحل راح يتزايد معي هون اذا انيشلي بدينا بعدد اكبر من الهيتش على كي. طيب ثلاث, شو الفكره بثلاث؟ الفكره بثلاث اذا كان البي صفر الانيشال كونديشن اقل من الهيتش على كي, شو اللي راح يصير؟ وهاي بدي غير اللون وحطها بالأحمر لأن هاي اللي بتصير نوعا ما منطق الكتابنا خطيرة شوي. فبالتالي اللي بده يصير معي يا شباب إنه البي أوف تي راح يتناقص, طبعا هو راح يزايد المفروض منطقنا للمالانهاية لأنه طلعوا بيسحب الحل. إذا بدأ هون راح يسحب للمالانهاية متزايد لأنه, وهون الحل متناقص راح يسحب معي لوين؟ للصفر. فمعناها البي أوف تي راح يساوي لي او راح يروح لي مع الزمن للصفر. اوكي شباب, بالتالي هون انقراض, هون مش راح ينقرض. شو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام بكل بساطه اذا برجع للموديل تاعي اللي هو هذا الموديل, او انا كتبته رجعت تون الصحيح, خليني اشوف فاي الصحيح, وين كتبتها؟ لما طلعت الهيتش عامل مشترك كون, ايوه بالضبط هيها. لما كان عندي المجتمع بي برايم بيساوي هالشيء, انت عندك فعليا شو اللي صاير؟ ثابت كي ضربه بهاي, انسى الكي هاي نوعا ما, خلينا نطلع اللي هون. شو بقول لي هو؟ بقول لي فعليا, او خلينا نطلع على هاي هسه اللي هي النسبه اللي انا ساويتها هون اللي هي الهتش على كي. بقول لي اذا كانت هاي اعلى من الانيشال كونديشن بده ينقرض المجتمع. شو معناه؟ يعني إذا كان الانيشال كونديشن اللي أنت بديت فيه يعني حجم, خلينا نقول كونه كان يتكلم قبل شوي عن مثلا الفيش هارفستينج, كي صيد سمك مثلا, أوكي إذا كان عدده للانيشال بالبداية قليل خلينا نقول أو أقل من هتش على كي, شو اللي راح يصير؟ طبعا هتش على كي هاي الجروث ريت,
طبعا هاي بتكبر القيمة الهيتش على كي إذا كانت الجروث ريت ضعيفة، المقام ضعيف، يعني نسبة النمو بالسمك برضو ضعيفة. فإذا نسبة النمو ضعيفة وبديت بإنيشال كونديشن ضعيف، بتوقع أنه ينقرض. هذا اللي بده يصير معي إذا بدي أقرأها بيولوجيكالي كي شباب، فهو بده ينقرض للصفر. وإذا كانت الكي نوعا ما كبيرة، بالتالي الريشيو هاي اتش على كي بتتصغر. وإيفن سو بيساعدني بذلك إذا بديت بإنيشال كونديشن كبير أكبر منها، فالمجتمع راح ينمو كي شباب. طبعا هو مش راح ينمو للمال نهاية، لأن بجوز لما نأخذ النون لينير موديل أعطيكم نفس الموديل، بس بكل بساطة أزيد عليه بدل ما أخذ الجروث ريت كي في بي، أخذها زي ما أخذناها زمان تحت اللوجيستيك، يعني كي في بي في واحد ناقص بي. أوكي، بيكون منطقي أكثر، يعني ممكن ينمو المجتمع هون بس لحد معين وبصل استابلتي. أوكي، هاي الأشياء اللي بجوز كانت بتهمني بالموضوع هذا اليوم. خليني أرجع لكم لموديل على السريع بدي أتكلم عنه بجوز. طبعا اللي use the result from B to determine whether will ever go extinct، هذا اللي قبل شوي قلت لكم إياه. whether there exists a time T أكبر من صفر such that V of T بساوي صفر. طبعا ما راح تلقى time أنت البوبيليشن بنقرض بالليمت، ما بنقرض بالبيك تايم انه بيساوي صفر، اصلا ما راح يصل الصفر، هو راح ينقرض مقاله، ينقرض بالمالانهاية لما الزمن يصير كبير. اوكي، معادلة بسيطة ثانية اللي هي drug dissemination mathematical model for the rate at which a drug disseminates into the bloodstream. يعني مثلا انت اخذ الدواء او كذا اللي هو خلينا نقول ممكن نتكلم عن انتشار عقار معين بالدم، تمام، is given by dx على dt بتساوي r ناقص k في x. ال r وال k positive constants. the function x of t describe the concentration. ال x of t اللي هو يعني ايش شباب؟ تركيز للدرج اللي هو الدواء بالبلد بالدم. اوكي، أو بالبلد ستريم بغض النظر at time t. فهذا الموديل dx على dt، هاي طبعا نفس التحليل اللي فوق لا أكثر ولا أقل، لأنه هاي المعادلة برضو نفس اللي فوق، هي autonomous بتقدر تحللوها بنفس الطريقة. طبعا بقول لك كون المعادلة autonomous هو أصلا use the phase both rates زي ما سويت قبل شوي، تشوف الليمت للدرجز ب خلينا نقول للدرج تركيز للدرج بالبلط بالنسبه للزمان. بتوقع المفروض التركيز المنطق يقول انه لازم يروح للصفر بعد فتره. بشوفوا حاولوا تحلوا الاشياء هاي. الميمورايزيشن، الميمورايزيشن يا شباب اللي هو الذاكره او التذكر. اوكي، انتهى وقتنا للاسف. والله بتمنى سؤال 44 تقرأوه. اوكي شباب، اوكي معي شباب، انتو سؤال 44 بتمنى تقرأوه. وتشوفوه بتكلم عن الميمورايزيشن، هاي المعادلة التفاضلية. also it is homogeneous، مش homogeneous بعتذر يا شباب، it is autonomous. طبعا ال K1 وال K2 ثوابت موجبات. ال A اللي هو الحل اللي انت راح تدور عليه، لانه التغير بال 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 بالميمورايزيشن بالنسبه للزمن هذا راح يكون ثابت. بتقدروا هذول تدخلوا الكي هون وتاخذوا الفرق بيناتهم كي 1 ناقص كي 2، فبصير ام ناقص، يعني بصير زي هذا بالضبط تقريبا زي اللي اخذناه قبل شوي او تكلمنا عنه قبل شوي. فحاولوا تشوفوا بالله شلون شو اللي بدي اياه فيه وتحلوه. الهارت بيس ميكر، هاي سيركت كهرباء لا اكثر ولا اقل، بس هي على عاملينها على اساس انه كونه اصلا احنا عندنا البولز بتحكم فيها خلينا نقول اللي هي خلينا نقول اللي هي خلينا نقول كهربة القلب او شغله زي هيك، فممكن تطلع عليها على اساس ريزيستر كذا. حاولوا تقراوا انترستينج. هذا طبعا هون الامور
شو يا شباب مفصولة إذا بتشوفوها. فالاقتران اللي هو هون مفصول، فهذا بدي تحلوه زي مثال لينير أعطيتك إياه يعني بين بالمعادلات اللينير بمحاضرة المراجعة، مراجعة أو اللي الفيديو اللي نزلت لكم إياه. بتمنى تقرأوهن وبعتذر للتأخير، والله يعطيك العافية ونراكم إن شاء الله يوم الأحد. يوم الأحد يا شباب تذكروا في كويز. طيب يعطيكم العافية.